الفيديو ده ممكن يكون مش مهم لناس كتيره، بس لو ركزت في الكلام بتاع الفيديو ده ممكن حرفيا يغير حياتك كلها ونظرتك لاي حاجه انت بتعملها، اذا كان جيم انت بتروحه او اذا كان لعبه انت بتلعبها او اذا كان مذاكره انت بتذاكرها، اي حاجه انت بتعملها ممكن يغير نظرتك ليها. والحاجه اللي انا بتكلم عليها هنا هي النيه او المعنى، لو انت ركزت في النيه بتاعتك وانت بتعمل اي حاجه ممكن تغير مفهوم الحاجه اللي انت بتعملها. فتعالوا بينا نشوف النيه او المعنى بتاع الحاجه انت بتعملها ممكن يغير حياتك ازاي. يلا بينا. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو مره تشوفني انا كريم عفاف بقدم محتوى لايف ستايل وموتيفيشن سبيكر، ادخل كده خد لك لفه. لو عجبك المحتوى استاذ اعمل لايك وشير وسبسكرايب، ويلا بينا نبدا في موضوع الحلقه على طول. اكيد حصل لك في مره ان انت مثلا عملت اي حاجه لاي شخص او عملت اي حاجه عموما وتلاقي الشخص قدامك ده بيقول لك انت ونيتك. ممكن يكون انت عديت الكلمه عشان انت بتسمعها كتير فاللي هو المعنى بتاعها خلاص يعني، بس لو انت ركزت حرفيا في الكلمه دي انت ونيتك هتلاقي اللي معناها كبير جدا. النيه دي ممكن تغير حرفيا معنى الحاجه اللي انت بتعملها دي، اذا كانت ايه هي اي حاجه انت بتعملها ممكن حرفيا تغير معنى الحاجه دي. هو الموضوع شكله صعب والكلام جينا ملعبك في بعضه، فتعالوا نشوف مثال. في واحد بيروح الجيم عشان يعمل جسم كويس وعشان البنات تبص له كده ويبقى عنده سكس باك كده ويعمل فورمه الساحل وعشان البنات تشد له من الاخر يعني عشان يشقط بنات. وفي هو نفس المكان الجيم، بس واحد بيروح الجيم تاني عشان المفروض المؤمن يبقى قوي، مفيش مؤمن المفروض يبقى ضعيف، وهو بيروح نيته علشان المؤمن المفروض يبقى قوي. المثال ده ممكن يكون مش كفايه، تعالوا نشوف مثال تاني. انت دلوقتي في ثانويه عامه او انت دلوقتي في ثانويه عامه وعايزه تذاكري او عايز تذاكر عشان تجيب درجات احسن من ابن خالتك او احسن من بنت عمك، دي نيه. ممكن واحد تاني برضه في ثانويه عامه وبرضه في ثالثه ثانوي، بس هو بيذاكر عشان يفرح اهله او عشان يشوف البسمه او الفرحه على وش مامته او باباه، دي نيه ودي نيه. اخر مثال برضه عشان برضه اللي مش فاهم المثالين دول، الشغل. انت دلوقتي واحد شغال فانت عايز تبقى شغال علشان يبقى معاك فلوس ومعاك سلطه. السلطه دي يعني مش منصب او حاجه زي كده، لا، هي السلطه ان انت يبقى ليك كلمه مع اصحابك ان انت معاك فلوس، لما تيجي تروح تتقدم والله انا شغال في كذا ومعايا كذا، دي نيه. في واحد تاني نيته ان هو يشتغل عشان يبقى معاه فلوس عشان يقدر يساعد الفقير، برضه هو برضه ما تخلاش برضه عن فكره السلطه والكلام ده، بس هو نيته الاكتر اللي هو عايز يساعد الفقير او عايز يبقى يعرف يساعد اي حد محتاج. اكيد الفكره لحد دلوقتي وصلت بالثلاث امثله دول. فصدقتني لما قلت لك النيه حرفيا ممكن تغير معنى الحاجه اللي انت بتعملها، فنيتك دي حاجه مهمه جدا جدا انت لازم تركز فيها. انت متخيل ان ممكن نيتك بس، نيتك بس تخليك تاخد حسنات على اي حاجه انت بتعملها حتى لو ملهاش اي لازمه؟ الجيم، الدراسه، الشغل، اي حاجه انت بتعملها، حتى المونتاج اللي انا بمنتجه ده ممكن حرفيا ناخد حسنات عليه. وبرده ما اختلفناش ان النيه برده ممكن تتاخد كحافز زي الدراسه. انت ممكن الحافز بتاعك يبقى انت عايز تبقى انت احسن من ابن خالتك، وممكن هو برده الحافز بتاعك يبقى انت عايز تشوف البسمه على وش باباك ومامتك ربنا يحفظهم طبعا. فانت ونيتك كلمه دي صح جدا ومهمه جدا ولازم تركز فيها، ولو ركزت فيها حرفيا هتغير حياتك حرفيا جدا. فالمهم جدا قبل ما تركز في الحاجة اللي انت بتعملها ركز في النية اللي انت هتاخدها وانت بتعمل الحاجة دي عشان الحاجة دي تبقى ليها لازمة في حياتك. وبس كده، هو الفيديو ممكن يكون قصير شويه بس المعنى بتاعه كبير جدا والكلام بتاعه حلو جدا. طبعا ما تنساش تعمل سبسكرايب او فولو الحاجات اللي هتظهر تحت هنا دي كده عشان يجيلك اي ابديت في حياتي في الفيديوهات والكلام ده. وشكرا جدا طبعا على الدعم الخرافي، مش هنسى الكلمه دي خالص. وكالعاده دوس يا كوتش، سلام عليكم.